اليوم كي نحكيو على حاجة اسمها راب في تونس، كيفاش نجمو نعرفوها؟ نحكيو على راب اللي يقال بالكلام الزايد مثلا، نحكيو على راب اللي يحاكي الواقع في تونس. مع السلامة، السلام، مرحبا بيك. الراب راهو لغة شارع، خارج من القلب، خارج من الأحياء الشعبية. عبد راهو يتظلم في الإدارة، يتظلم في خدمته، يتظلم في المكتبة، يجي يخرج الإنرجي نتاعو كل في الراب هذيك. شكون من الرابرة مثلا اللي تحسهم هكا موجودين ريفيرونس؟ ما نحكيوش على مثلا الراب كوميرسيال كيما سانفارا، كيما كلاي، كيما شكون بالحق اللي قاعد يقدم في موسيقى مزيانة ويقدم في كلام زادة مزيان؟ والله من الأول يبداو يقدموا في بيران مزيانين وكلام من القلب، وبعديك يتبعوا الفلوس، واليوم معش يرابي، واليوم يسربيو فايب، فهمتني؟ بار يتعاود 8 و9 مرات و10 مرات ويتبعوا الفلوس، وبعد ينسيها وكا القضية اللي كملوا فيها من الأول ينسوها. أمين أراو باش نكمل فيها القضية، باش نعرف تانينا الرابي أنا باش نكمل فيها القضية ذيكا وللأخر، معناه للأخر دي ما راب. بما أنك أنت ترابي، قوة الراب وين؟ اسك في الكلام اللي يتقال اللي تقعد تكتب فيه، ولا في اختيار الموسيقى اللي أنت تختارها باش تعمل؟ الزوز يكمل بعض، في الكلام، في البيران، فما كلام يمس، كلام شارع، ما فما برشا عباد ما تعرفوش الكلام هذاك، وفما فاي، فما حساس يخرج يمس كتور تاع جرامه، تاع حاجه ليل، تاع تحط كيت بالرسمي تدخل في الموندو هذاك على الاخر. انا تو مثلا كي نعطيك بيت معين ونعطيك اكزامبل نتاع سيتياسيون تصير في تونس، مثلا نقول لك بطاله معاها شويه فقر، ومعاها مثلا كل انسان الميزيراب اللي يعيش ميزيراب، تنجم تعطيني عليهم حاجه مزيانه؟ شكون هنا عنده تليفون من صحابك يعطينا هكا انستري ولا حاجه؟ وتختاروا انت الانستري، اعطيه تليفون هو يختار، خليه اعطيه تليفون يختار هو الانستري. بي انت توا بما انه يقول لك قوه الراب راهو في حاجه اسمها سنكرونيزاسيون، لازم يختار الموسيقى المعينه، وحتى كي تعطيه موضوع بالوقت يمسك بالكلام من غير ما تقعد انت تخليه يكتب. يبان بالكدا هو صوته، يبان. اي تحبوا كان تتحقروا، ما تحبوش شكون يقدر، فرحان بروحك زبون وانا ورايا رجال تصدر، كل تركز في الجديد دو على ما ينقدر، وانتي غرني تشيش خوك لاي في حياتي نسطر، وانتي فرح كبول بين من عينيك شطر، ما تبربشيش خير لا حديد عليك يمطر، نستنى فقر متجيز لنا راو البلاي تنطر، نستنى فقر بفرصة تونس منها باش نفنت، خرج في كراتشي مان وبراب تونس ماني شفان، افهم يا انسان شوية وقت ونقود السين، علاش تلزو فيه نحقر فيكم بالمليان، عجبتك مد وذنيك ما عجبتكش في لمان، باي في لمان، باي باي في لمان، نجيب في ستيل جديد وانتي عس علي يمان، ما فهموش فرسي هوني مونتاليتي ايطاليان، كيفاه تبني ثاني وانا مصنف ايرين وان، تعرف فين تلقاني بيا الجيله وش في الماب، في حي الواد نخني سربي في موزيكا نار، جبتها معك شراني ما حبش تفهمني مان، نمن كان براني مولا قريب طيحني بان، فك لا بيتا باو كلها بردي ليك، فك لا بيتا باو ثبتو حلينيك، فك لا بيتا باو بديك لنتير عليك، فك لا بيتا باو كرتوش خساره فيه، رجل مو بندراي حد ما يفوك لي متاعي، شكون انا اللي ساعد حطيت في طريق كله وافاي، ما لقيتش جرام بلوس كلها طيح في المورا، نتشر نبدل البيوس ونركع فيكم بالرفال، فك للوا مو لغوا زيد في بوا قوي في برا وين شوا ونيفو با، ركزوا في قبش تعدد فران مخي افوم بلاش فران، كان كعشاير مشارجي بلان نفس في هوير نحرف بلي ولا تموت هذي بلاد العمي، بديت الرابي بعدو توالي نقري فيه برا، جيب عارفك اللي مسخن كتافك بيه، نشفى حقيقه مشتري بيت ماكش ولد حومه ومسيابات، انتي اسمك فرارو لبس اللبي سلوبي، انتي قاعدة توا تلوج وين تبات، انتي ضحكوا عليك فانات وفاناتك بهتوا فيا، لابس ليك قلونات زعما زعما يفجع فيا، ورزن سيد حسين مقولش بحال رزرك غروبي، كي تحكي ما تخانيش قدروا تعلم عيش، قلبي ما يعديش واللي كيفك مرتيش، ما قلنا صغروتيش يزي بلاد فرفيش، سلاحي باز فوقي والطحانة مرتيش، نكورو تنيفو فيزيك نوفا بيفو، معاش قروني بحد الكاسح فيكم جيبوه، نكورو تنيفو فيزيك نوفا بيفو، معاش قروني بحد الكاسح فيكم جيبوه، غاية ذات زيم صفر.
قال لي كمل جسيم سوف ويد بي ال جي قربو قربو ولا ما هضمتك باين فرخ كلشيتك مرتين فرز وحدك ما خيرتاه عارف روحي شنو معاك جاي فوق في باي شربك ما وخالص برا ترشف من غير باي قلفة للخير اي كل تمس في الشر وني فروخ تتلاقت كل ترشع على البحر بتسر في السليل القانون الغجر واللي ينطش في التمر واللي سربي في ستر لا تطو على خنان خلى الروح في خطر وتغمق في القاعدة وبروح صاحب صفر ما تخربش الشارع وانت ماكش كومباتون عايش في السيفيل وغير محكوم طول طون ربي مع الظالم ربي دون لكسيسونس عايشين قانوعين ورجل سوفيزون قلبي ديما كيت كومبلي ولا مخ مانيتا فون شعلت بالموسيقى قريب من برد بالليسونس فرسوت البص كلها تلزة تخدم فيه وين بديت نبريس الرقصة تعطل فيه ما يحبوش على الرياض ما اللي يحبو على زنزان وانتي فرارو وراك صعيب باش تفجان بتبيتي عايش راجل ومن عاشر الطحانة خرجت مني لخا قبيحة كثر ولات البوتانة قعدولي زوج صحاب بعد ما صفيت الخوانة مشيت مع راجل او يحب على انا اوه ملا راب نسربي فيه هاو كي راني طول طلع للفرش السقيه خونا فرارو واني اللي هو بدا يعيط وانا اللي نمطى فيه اوه ملا راب نسربي فيه هاو كي راني طول طلع للفرش السقيه خونا فرارو واني اللي هو بدا يعيط وانا اللي نمطى فيه اني دو بيتون فلو ديما طلع هابط جو في السكليمون سو مش لازم تثبت كون سنتي مو جو من غير ما تتلبت كل جور ابسون نو وشي فين تتخبط القريب حكي وجاني وعنده رمي سناني سيد هم الماضي حمد الله تعالى والدي المناني هم طول لازم يفاني ما لقيت حد يشجعني يا ربي رانت بليد في الليمون كل يوم راني قلوب الناس هجر وحد ما حاسب حالي واحد وربي سر وشكوى مذلب خلف العالي مستقبل مجهول وذلام مقصود عليك الكلام توا وقت احلام راك مشيت في اللافه لوخه خرجه مكلسه ربي ديما ما شطحش كورتي خرجه مبلصه في لعبي ديما ما سطحش حتى تطيح بيك الوالدين ما تلوحش مش كي الناس الاخرين عليك تولي ما تصبحش عند ربي خير عارفك من اللي تغير انا جامير حير وانتي واعل في مصير الحمد لله عايش في خير وبلك رز نطير وتاكد ما مسير نبقى قدر كبير وصغير لين نجيب فلوس وعندي عيله داير بي بعد يا منحوس راهي الدنيا ترتلي هيحتج بالتلموس كل مشيم ترتلي والدنيا تبقى نفوس اللي تشعل جايله ظاهر خويا حاجه بي علاش مانيش قاعدين نشوفوا فيك في برشا سبكتاكل مثلا كيما مثلا جاتي ولا الناس الاخرين علاش انت ماكش معروف مثلا وفهم برشا عباد معروف لهنا سبب فيك ولا سبب في الغناء نتاعك والله لهنا سبب في المجتمع فما برشا بيبليك ما يفهموش في الموسيقى معناها فهمتني يحبوا لوتوتيون ويحبوا الريق تزعبين ويحبوا الفضايح معناها تعمل الفضايح تتلانسا هذيك معروف حاجه في تونس انا ما نحبش نزرب باش نتفضح ديريكت ونطلع خليت جي بعد 10 سنين بعد 7 سنين مفيد ننجح بالحاجه نعم فيها انا معناها الكالوريجينال هذيك فهمتني كل واحد يكتب راب عنده ديما نقولوا احنا الانسبيراسيون منين نجيب في الانسبيراسيون خاصه من الرابر المعروفين تو معناها من تونس انا راهو من تونس فان بسماره و فان بسامارا و لا اله الله محمد رسول الله فان بسامارا وكهو الكتيبة اللي تكتب فيها قديش يقعد لك وقت مثلا باش تفهم العباد اللي الراب راهو ماهوش ساهل تقعد برشا تكتب فما غنية راهو كي تبدا فاهم معناها السوجي اللي تحكي فيه انت فهمتني راهو كي تخرج غنية من القلب راهو في 3 ايام تخرج اذا تبدا انت تكنيس في راسك وعندك في ضيق معناه في الكتابه فهمتني الحكايه ما انا حكيت مخ مش حكيت ايامات ولا ايامات انا بالايامات اعطينا كلمه الختام نخليها كلمه الختام ان شاء الله تو تراوي في المستقبل وان شاء الله نشرف تونس ونجيب العالمين اسم الشين نتاعك كان عندك شيء رعد ار 3 ا دي او ار ان 1 ار ان 1